السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هصور لكم البط بلدي، اشتريته جوز بط بلدي، فعايزة اشوف رأيكم فيه، غلبوني ولا حلوين كده. اشتريت جوز البط ده ذكر وانتهي، الكيلو ب50 جنيه، دول قطعوا 5 كيلو ب250. هات البط الصغير غالي، الجوز ب35 جنيه، فقلت اجيب ذكر وانتهي واربيهم ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. اهو حطيت لهم الاكل اهو. هكنس لهم العش اهو، هنضف لهم العش اهو عشان يبقوا قاعدين في حته نظيفه. اعمل لهم مكان عشان يبيضوا فيه. والاكل اهو. والميه اهي. ربنا يكرمنا فيهم ان شاء الله ويبيضوا. ولما يبيضوا ويطلعوا ان شاء الله صورهم لكم.